رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الثالثة، ومثل دايما بحب أذكركم تابعونا لايف عبر تطبيق فيسبوك لحتى تحضروا الحلقة وين ما كنتوا موجودين. بهيدي الفقرة رح نحكي عن كافة الإدمان اللي هي منتشرة بصفوف الشباب وطريقة مكافحتها مع الأخصائية الاجتماعية الدكتور وديعة الأميوني. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أهلا فيكي. دكتور، خلينا نبلش بداية بمفهوم الإدمان بشكل عام. بشكل عام الإدمان هو سلوك اعتيادي بيمارسه الإنسان لدرجة إنه بيصير يسيطر عليه. والإدمان هو نوعين، هو إدمان سلوكي وإدمان بيولوجي، هيك يعني إذا بدنا نختصر المفهوم بشكل عام. الإدمان السلوكي مثل الإدمان على الإنترنت، إدمان على القمار، إدمان على الحب، على الأشخاص، يعني في عنا كتير أنواع من السلوكيات النفسية يلي بيدمن عليها شخص، فبالتالي بتصير تسيطر عليه ما بيقدر يتحكم فيها وبتضره. والإدمان البيولوجي مثل الإدمان على المخدرات يلي هي عندها تأثير كتير سلبي على مستوى البيولوجي والنفسي للإنسان، بيصير إنسان منعزل مرفوض اجتماعياً وبيعاني بحياته، بصير من مشاكل الاندماج التفاعل وغيره. هذا بالمختصر. يعني إذا بدنا نرجع لمسببات هيدا الإدمان، ليش شخص ممكن يوصل لأي نوع من هودي الإدمانات؟ الحقيقة في مسببات كتيرة، بس أبرزها يلي نحن دايما من يعني نأكد عليها، أول شيء التربية المنزلية. من نهاية الطفل بيربى بعائلة بياخد يعني أخلاقياتها، سلوكياتها، القيم، الأعراف، المعايير، كله بياخده من الأهل، من أمه البيت. بعدين عندك المدرسة والمجتمع الصغير. فبالتالي التربية هي شغلة عملية كتير مهمة وكتير معقدة الحقيقة، المفروض كتير ننتبه لها للولد. سوء التربية للولد لما بيكبر بيصير مراهق ممكن يخليه يفوت بعالم الإدمان، إذا كان عنده نقص بالعاطفة، تربية فيها عنف، ما فيها اهتمام، فيها دلال زيادة عن اللزوم، ما في مراقبة من الأهل، كذلك أصدقاء السوء. وهيدي شغلة صراحة كتير يعني رائجة، بيبقى ولد ممكن يكون كتير مربى ببيت أهله، رفيقه ممكن، بس هون وين دور الاهل؟ قد ايه دور الاهل يكونوا واعيين لهودي الاصدقاء اللي عم بيعاشرهم ابنهم او بنتهم؟ يعني هون بنرجع بنوصل للتربيه. بس كمان ليكي حرام، في اهل بيكونوا مربيين اولادهم يعني بشكل كثير حلو كثير منيح، انما عندهم شخصيه سايكوبات او باي بولر او سكيزوفرينيك او شخصيه ضعيفه بتتاثر بغيرها، فبالتالي ممكن يتاثر بمطلق اي شخص ويجرب. والحشرية على فكرة عند المراهق هي كمان تعتبر حافز ومسبب كتير قوي للأفراد أو الشباب أو الصبايا حتى يفوتوا بعالم المخدرات. ببلشوا بسيجارة حشيش، نجرب لنشوف شو بيصير. ببلشوا بسيجارة حشيش، بينتقلوا للكوكايين، الكوكايين للهيروين، والحشيش اليوم مضروب بمادة LSD اللي هي بتعمل هالوسيناسيون، ويعني عالم تاني. واليوم مثلا في شغلة يعني هيك دايما بحذر طلابي منها، لما بيكونوا سهرانين بمحل ينتبهوا للمشروب، للكبية اللي عم يستعملوها، لأنه نقطة مثل نقطة المي بالكبية كفيلة إنها تخلي البنت تروح عن وعيها، بمعنى بطل عندها الإرادة أو الإدراك بتصرفها أو تحكم تصرف، ولا بطل عندها إدراك شو عم بيصير حواليها، فبالتالي ممكن تعرض حالها للاغتصاب، للقتل، لأعمال يعني عنفية، وتقوم تاني يوم ما تعرف حالها شو كان عم بيصير. يعني هيدا مثلا نوع مخدر رائج بالسوق اليوم. في مخدرات بتوصلك للموت، يعني في مخدرات بهر شعرك، بهر رسنانك. وللأسف اليوم التجار حتى يقدروا يوصلوا لأكبر شريحة عم بينزلوا مواد مخدرة بأسعار زهيدة عند نفس مفعول المخدرات يلي مثل مثلا الكوكايين. هي الكوكايين غالي، في مثلا مادة كراك أو شيء من هالنوع،
هي ب$5 بدل $100 وبتعطيكي نفس المفهوم. حتى يمكن يعلقوهم ويلقطوهم اكثر ويجروهم على هيدي طبعا الكافة. تجاره يعني بالنهايه. وقد مهم هون عم الخوف على اولاد الصغار عم بيكون في بالمدارس حتى هيدي التجاره، قد هون كمان مهم المدرسه تكون واعيه لهيدا الموضوع. طبيعي الحقيقه يعني هذا كمان بيدخل ضمن اطار مجال التربيه. للحقيقه المخدرات بلبنان عم تتطور بشكل مخيف، مش بس بلبنان، مختلف الدول، بس بحكي لبنان لانه نحن تعاطينا على الأرض كجمعية جاد جونيس أنتي دروغ مع أشخاص يعني هني عم بيدمنوا على المخدرات، عندهم مشاكل عم بيجوا لعند الجمعية لأجل إعادة التأهيل. وهون على فكرة بحب أحكي عن مشروع كتير مهم يعني، وبتمنى إذا حدا من المسؤولين السياسيين عم يسمعنا أنه يتبنى أو على القليل يساعدنا لتنفيذ مشروع قرية وقائية بتتضمن مستشفى، مركز أبحاث، أندية رياضة، مركز تأهيل على تأهيل نفسي وبيولوجي وغيره إلى آخره، قرية وقائية لا المدمنين حتى لا بل يعني نحن عندنا السجون على فكرة ما بقى تساهم في بعض المناطق، في توجيهات للمدعين العامين أنه لا بقى توقفوا عالم شباب عم تتعاطى لأنه في محلات بالسجون، مراكز التأهيل ما بتأدي، عرفتي مثلا بس قد ايه هذا السجن رح يخليه يوقف عن الادمان؟ ما هو بالسجن رح يكمل عم يتعاطى، عم يدمن زياده، يعني قد ايه بحاجه نحن لهيدي المراكز اللي عم تحكي عنها تساعده على انه يطلع من هيدا. فالحقيقه هيدي قريه وقائيه فريده من نوعها على مستوى مش بس لبنان، على مستوى العالم العربي اذا ما قلنا العالم، ما بعرف لانه انا ماني سامعه كل شيء عم اشتغل بهذا الدومين، بقريه وقائيه متطوره على كذا ألف متر مربع ضيعة بس للمدمنين تيرجعوا يتعافوا يتأهلوا ويصيروا أشخاص سويين يرجعوا. نحن بلبنان صراحة بحاجة لأنه نحن عنا آلاف من المدمنين للأسف بلبنان، كل يوم كل يوم عنا عشرات الأشخاص الموقوفين بالتجارة بالتعاطي ترويج المخدرات، أكيد مش التجارة بس على المطار على المرافق دايماً، ما في ما بيمرق أسبوع بفتكير إلا ما عنا حدا موقوف على المطار بكميات هائلة، الكبتاجون، الكوكايين، الهيروين وغيره كله عم بتهرب. هل تقدمتوا بهذا المشروع لحدا من السياسيين أو للوزارات المعنية بالموضوع؟ الحقيقة عم نعمل نحن جولتنا على الوزارات المعنية واخدين موعد هلأ مع رئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللي هو بالنهاية أكثر شخص ممكن يساعدنا، ونحن حاطين أمال يعني أمالنا عنده. وشفنا أكيد يعني وزراء ونواب وعم نتواصل معهم تنشوف قديش ممكن نتوصل لتنفيذ هالقرية الوقائية اللي هي بالنهاية لخير المجتمع. يعني اليوم المتعاطي هو الإرهابي، هو اللي بيفجر حاله، هو اللي بيقتل، هو بيغتصب، هو اللي بيستعمل العنف، هو اللي ما بيتعلم، هو اللي بيسرق. للأسف عنا أعداد كتير كبيرة اليوم بلبنان من الأشخاص إن المتعاطين أو المروجين والتجار. فإذا بدنا نبني مجتمع سليم منتج خلينا نشوف هالشباب نوعيهم ما يدلوا ضايعين ومسطلين سوري بين الزوجين، تيكونوا شباب يعني فاعلين ضمن إطار المجتمع وبالتالي حتى نبني وطن. وقال كل اللي عم بيعملوه منه لأنه الشباب هني الثورة، هني التغيير، هني الإنتاج، هني الفكر، هني الإبداع، هني الأدمغة. وين هني؟ عم بيتعاطوا بالحشيش، عم بيشربوا لأنه تعاطي بسبب هالوضع يمكن اللي وصلوا له. يمكن هيدا المطلوب انه نحن نخلي شبابنا ما يكونوا واعيين لحتى ما نحدث هيدي الثوره بالبلد. هيدا المطلوب. ويمكن اليوم شبكه التواصل الاجتماعي والانترنت والقصص كمان عم بتساعد انه الولد يلتهي. يعني حتى على فكره بحكيكي عن شيء اسمه مخدرات رقميه، مخدرات على الانترنت. اليوم ابلكيشن او ويب سايت تاخدي الفريكونسي تبعيت الالفا وبيتا جاما ودلتا وهو بدوز كتير عالي على دينتين، هاي الفريكونسي بتكون مختلفة بين ديني وديني، فبالتالي بتعملي ارباك للدماغ، بتاخدي نوع حسب كل فريكونسي، في شي لانك تهدي تغفي، في شي لانك تكوني هايبر، في شي للانتويسيون للوعي للاويرنس.
فبالتالي شو نوع الفريكونسي وقد ايه عم تاخديها؟ مثلا انت فريكونسي مثلا الفا هي فرضا بين 12 وال 38 اذا مش غلطانه، بيجي بتاخدي انت فريكونسي على الابلكيشن 1200 عدينة الشمال 1210 عدينة اليمين. فهذا نوع من دازج او جرعات مخدره الكترونيه عم يستعملوها اليوم الشباب. الدوله ما فيها تضبط هيدي. نعم صار اسهل كمان الوصول للوصول للاشخاص يلي للادمان قصدك. ايه طبعا، يعني هون نحن عم نوعي كجمعيه جاد الحقيقه، عم نوعي الاهل انه انتبهوا يلي بيقعد بالاوضه ابنكم يلي او بنتكم بتقعد بالاوضه ساعات حتى على الدنتا شيء، عم بيعمل هالولد او هالشاب او الصبيه اي نوع من ردات فعل مش مزبوطه غريبه، انتبهوا في شيء اسمه مخدرات الكترونيه اليوم. وهذه شغله ما بتنضبط عفوا بالدوله. ليه؟ لانه كل يوم في يطلع ويب سايت، كل يوم في ينزل ابلكيشن، بس قديش الدوله المفروض تضل مراقبه؟ هيدا السؤال، المفروض تضل مراقبه وتشوف على شبكات التواصل الاجتماعي تعمل حظر، فيها تعمل حظر لكثير من المواقع. صح يطلع غيرهم او الابلكيشن حيطلع غيرهم. بس هي لما بتكون بمتابعه لا هالمواقع او التطبيقات هي عم تقدر يعني على القليله تخفف كثير من 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 اشخاص يلي ممكن بالصدفه يفوتوا على موقع او تطبيق ويعطوه جرعه فور فري، وفي ابلكيشنز فور فري ايه بتاخديها على بلاش. يمكن الجرعات ما بتكون كثير عاليه انما بتاخدي يعني يمكن هيدا الادمان بيؤدي بعدين لانه تصير بدهم يدفعوا مبلغ من المال لحتى يزيدوا الجرعات وتكون اقوى. صح، بس المبلغ منه كثير يعني بين $5 و$30 حسب قديش كمية المخدر يلي أنا بدي أخده. هون كمان عم نحكي عن شيء اسمه إدمان إلكتروني. خلينا نوضح أكثر للعالم شو يعني إدمان إلكتروني. هيدا جزء إدمان الرقمي أو المخدرات جزء أو نوع إذا بديك أو سلوك نفسي بيولوجي. إيه؟ الادمان الالكتروني او ادمان على الانترنت اليوم تشوفي ولد عمره 3 سنين حامل تليفون عم بيلعب مثلا جيم، وامه مثلا اوكي فيك تلعب جيم، بيو اوكي فيك تلعب جيم، ما عم بيعرفوا انه هالولد عم بيتعلق بهالشاشه، وكل ما بيكبر شوي كل ما عم بيتعلق فيها لانه عم يعرف يستخدمها اكثر. في اولاد بالعشر سنين بسبع سنين ثمان سنين معهم سيلولار وممكن يفوتوا على مواقع منا منيحة غير أخلاقية بالصدفة، هو الأهل لازم ينتبهوا. التليفون بدل بإيدنا ساعة اثنين ثلاثة خمسة اليوم، الولد والمراهق والكبير صار إدمان جماعي على التليفون. يعني الإدمان على الإنترنت صراحة كمان من مستجدات، نحن مع كجمعية جاد شبيبي ضد المخدرات طالب منا وزير الصحة انه نعمل بالتعاون مع الوزارة حملة وطنية عن الإدمان على الإنترنت، ورح احكي عن هذا الموضوع بإسهاب يعني بأرقام إحصائية بوقائع بحالات يعني صايرة فعلا. يعني كتير خطر إدمان الإنترنت لأنه بتفوتي بهالعالم يلي بيسحبك الى فضاء واسع، وبالتالي بتصيري على انقطاع مع الشخص يلي قاعد حدك. تخيلي انا قاعده اليوم قاعدين بمطعم وياما بنشوف قاعدين بمطعم، انت مثلا تشاتينج مع اختك بكندا، انا تشاتينج مع رفيقي يعني بعدين رح نوصل ببيرو. قاعدين مع بعض عم نعمل تشاتينج ابدا اوف لاين معك اون لاين وده، فبالتالي بتشوفي جروب من العالم قاعدين على طاوله وحده بس كل واحد ببلد، كل واحد بمحل، الواحد بتفكير يعني هون قد ايه صارت رخيصه الحياه الاجتماعيه والتفاعل مع الاخرين. طبعا طبعا. حتى كمان بحب اذكر نقطه كثير مهمه ما ذكرتها قبل شوي عن الاسباب اللي سالتيني اياها على الادمان، كان على المخدرات ولا على الانترنت ولا على الكحول ولا على مطلق اي او القمار او مطلق اي سلوك، هو البعد عن القيم الدينيه. يعني قديش نحن بنبعد عن الله، قديش نحن منفوت بحالات بتأذينا، عادات وسلوكيات بتصير تأذينا كأشخاص.
خير الأمور أوسطها بنقول المثل الشعبي، صحيح؟ أكيد. فبالتالي نصيحتي للمشاهدين إنه خلوكم وسطيين بكل شيء، ما تكونوا إكستريميست. هونيك بدل في التوازن الإكويليبريم، إنه فوت بالقمار بخسر بيتي بخسر عائلتي، فوت بالمشروب بستخدم العنف مع أهل بيتي مع أصحابي بصير إنسان عدائي منعزل، فوت بالمخدرات كذلك الأمر بيولوجيا بتأذى بصير بدي تطبيب وحكمة وكذا وبصير إنسان غير منتج ومنعزل، وا 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 فوت بالإنترنت ما بقى أكون سوسيال، ما بقى في تفاعل، ما بقى في اندماج. شو يعني؟ يعني ما بقى أتعلم من غيري شو الصح وشو الغلط، ما بقى أكتسب معارف جديدة، بقى أتطور، ما بقى أكون منتجة، حتى محدود بالمجتمع ايه والإطار اللي أنا وضعت حالي ايه طبعا فيه. طبعا يعني بطل إنسان أو كائن اجتماعي فاعل ضمن إطار المجتمع. هيدا لما واحد بده يفوت بسلوك إدماني معناتها عم بيكون اكستريميست ومبالغ بكل تصرفه هو عم بيعمله، والمبالغة غير مستحبة للحقيقة. دكتور وديع، قدي هون بإطار العلاج من أي نوع إدمان مهم وجود العيلة حول هيدا الشخص؟ ما نكون عم ننفيه أو عم ننكره لهيدا الشخص، مهم تكون موجودة لتدعمه ليتخلص من هيدا الآفة. كتير حلو سؤالك الحقيقة. العيلة هي بتلعب دور كتير كبير وكتير مهم بأنه الشخص يقدر يتخلص من آفة الإدمان على المخدرات إذا بدنا نحكي بس على المخدرات. لأنه قلت لك الشخص إذا ما عنده مشكلة نفسية معينة عن طريق التربية أو شيء بالموروث بخلاياه في غدده ما بيروح على عالم المخدرات. في روح يجرب، البعض بيجرب بيقول لا، لأنه إنسان واعي ومتزن نفسيا وعقليا وشبعان عاطفي من الأهل. فإذا فيت بها المشكلة الأهل لازم ينتبهوا أنه لا، نحن لازم نتقبله مثل ما هو، نحن لازم نساعده نفسيا تيقوي إرادته، بس نعمل له علاج يطلع. الحوار كتير مهم، الثقة كتير مهمة، تشجيع أي أكيد، ويأمنوا له ظروف كتير مؤاتية حتى يقدر يطلع. والأكثر من هيك يدلوا مراقبين له رفقاته، لأنه ممكن يطلع اي من هالآفي او هال يرجع للاصدقاء اللي كان يعاشرهم قبل، بيرجع لاصدقاء، بيرجع بصير يتعاطى من اول وجديد. يعني مثل المدخن المدمن على الدخان، فانا بشوف انه اللي بيدمن على الدخان بشكل انه ما هو قادر يطلع منه كمان عم بيأذي نفسه بطريقه او باخرى. ونرجع بنقول يعني بده يدخن خير الامور اوسطها، في يجرب شوي شوي يمكن يطلع من إذا واحد، ولكن بدعم المحيطين. أنا بطلت مثلا تدخين، رحت مع أصحابي قعدت بدخنوا تنرجع للمحيط والأصحاب، بدي أرجع دخن. فبالتالي ما حد يطلع عبالي سيجارة أو أرجع سيجارة تجر سيجارة، بي بدخن كذا بدي أرجع بالبيت دخن. ما هي قولي ظروف كيف لكان إذا بنحكي عن مخدرات؟ مثل واحد بيلعب قمار بيقولوا رفيقه تعالوا على الكازينو، انت موقف لعب قمار ما تلعب، بس تعال روح معي، بيروح على الكازينو بده يلعب قمار، بس رح يلاقي حاله تلقائيا رح يرجع للموضوع. صح صحيح. دكتور وديعة، أنا بدي أتشكر حضورك، كان حضورك كتير قيم من يوم. شكرا لك. وبدي أتمنى لك كل التوفيق بكل المشاريع المستقبلية. كلك ذوق جويس، ميرسي لك، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا بريك صغير ونرجع.